مرحبا، يعطيكم العافية. في برنامج جديد في أنتاريو نزل اسمه Affordability Fund. هذا نزله حكومة أنتاريو. بيزيكلي حسب الدخل تبعك إلك ثلاث شغلات. الأولى أنه ممكن يعطوك appliances، غيروا لك كل appliances في البيت for free إذا دخلك متدني، وذلك عشان يعطوك appliances جديدة وتدعم توفير الكهرباء. الشيء الثاني إذا وسط دخلك بعطوك، بيجوا بفحصوا لك البيت وبغيروا المنافذ الكهرباء البيت، يعني أشياء للبيت. والشغلة الثالثة اللي هو أي واحد ممكن يأخذها بغض النظر، اللي هو الكيت. هذا وصلني اليوم هذا الكيت، فحبيت أشارككم فيه لأنه هذا البرنامج فري، فجميعكم ممكن تستلموا وتأخذوا فيه إذا أنتم عايشين في مقاطعة أنتاريو. خلينا نفتح ونشوف شو فيه. موجود أنا من هايدرو أوتوا، إجاني لأنه أنا ساكن في مدينة أوتوا. هذا هو الكيت. أول في شغلة heavy duty timer. هذا تايمر عشان تشغل مثلا نافورة للداخل والخارج. واو، external وinternal. هذا يعني إذا بيجي عليه شتاء أو تلج ما في مشكلة، وبتشغل عليه بالتايم. هذا ميزان حرارة ورطوبة، humidity طبعا. بعتيني لمبات 60 واط، هذول كلهم ليد فبوفروا كهرباء. 1 2 3 4 5 6 7 8 لمبات. بعتيني هذا شكله ليد ضوء، هذا الضوء اللي بتحطه طول النهار طول الوقت، بالليل اذا ما في ضوء بضوي لحاله. ثم تنتين من هدول الوصلات، هدول الوصلات غاليات لانهم هاي كواليتي، وفيهم فاير بروف. جود. اوكي، هاي الوصلات ما فتحتهم لسه، 5. هذا هو على الفند اذا بتحبين تروحوا على الموقع. وميزان حرارة بتعلق بالخارج نزله. هذا اللي موجود في الكيت. فإذا حابين تعرفوا أكثر عن البرنامج هيو Affordability Fund Ontario، روحوا عليه وإن شاء الله بتستفيدوا. الله يعطيكم العافية. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.